سلام الله عليكم جميعا، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. أخباركم وصحتكم؟ أخونا برغاني حبابك ملهمة، حبابك ينبوع الحنان، حبابك والله مجتمع بالتومات، حبابك الأحمدي، حبابك الطاهر، أختنا سهى حبابك ومعالي، وعليكم السلام. محمد بكر بشير، هلا بنت البدري بنورك يا غالية. مجاهد بكري حبابك والله. خالد دابي حبابك. طارق سعيد علوب هلا. أمير القاري هلا. عصام باربي يوسف هلا بك والله. حبابكم حبابكم يا اخواننا كلكم بدون فرز، حبابكم. اسعد الله مساءكم بكل خير. خونا عصام حبابك، عزيز حبابك، خونا يوسف هلا بك، احمد محمد هلا، يوسف محمد حبابك، الله يسلمك يا احمد جريمة، وعليكم السلام. هلا بكم. طيب الناس دخلت البزي تشير شير شير شير، وتعال حبابك ابراهيم عمر، تسلم يا اخونا عصام، تسلم تسلم يا غالي. عادل ادمك حبابك. عبد الله حبابك. طبعا دخلنا شهر جديد، ونتمنى من الله انه الشهر ده يكون شهر كابوس، وشهر يعني كابوس على الجنجويد. الشهر ده بالذات دارين فيه متك صح، دارين فيه مدعى صح، دارين فيه بل صح، دارين فيه عمليات شبيهة بالعملية بتاعت بحري اتمت أمس. كالعادة الجنجويد ما معترفين بهزيمتهم في بحري، وما معترفين بأنهم صيدوا في بحري، ما معترفين. نكروه 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 حطب، وقال لك صدينا الهجوم. لا تارد أن أقول لك صدينا الهجوم، وتارد أن أقول لك ما عارف أن إحنا ما عارف قتلنا الفلول، وتارد أن يقول لك ما عارف جابهم لنا الطوابير. طبعا الحاجة اللي أنت ما عارف أنه الجنجويد عدمه أكثر من 16 متعاون أمس في بحري رميا بالرصاص. أمس أعدموا عدد كبير جدا جدا من المتعاونين، وضربوا عدد كبير جدا جدا. قالوا في طوابير، قالوا المعلومات الجبهة الجيش والتكتيك والتخطيط الجبهة والجيش ده لا يمكن يكون يعني عن اجتهاد الجيش او عن استخبارات الجيش. طيب وين الجنجويد؟ ما هو الاستخبارات ممكن تربط مع متعاونين لك ذات، وين المشكله؟ ما هو انت الجنجويد اساسا الناس خاشين معك عشان الشمشمه وعشان يستفيدوا يلقوا مصالحهم. يعني هسه انا لقى الله القى فيك بيع الجنجويد، ما ابيعك؟ ما ابيعك والله، كيف ما ابيعك يا زول؟ كيف ما ابيعك؟ انت قضيتك شنو؟ ما عندك اي قضيه. على العموم من سنازل عدموا عدد كبير جدا من المتعاونين، وعذبوا كميه من المتعاونين بقرض الكراه ده، نكرههم عشان يعترفوا ويسجلوا اعترافات انهم اللي كانوا بيتواصلوا مع الجيش، انهم صححوا للجيش، انهم اللي وروا الجيش مواقع الراجمات ومواقع الشاحنات والمواقع بتاعت والموقع بتاع الغرفه التحكم الحيوي امس.
الحمد لله يعني دقهم دق تقيل والله، وقتلوا فيهم طاشرات يعني حاجة غريبة جدا جدا. هو شوف المعركة بتاعت بحر بتاع دام ازاي احنا هنذكرها كده إلى أن يتم دحر آخر جنجويدي. المعركة دي الناس زي المشوا بكل أريحية بكل أريحية، وصلوا الوجهة بتاعتهم، نفذوا المطلوب منهم بكل أريحية، ما لقتهم أي صعوبات، ما في جيش ثبت، ما في مرتزقة ثبتوا، كلهم سيجوا يعني سيجوا. هسه عندكم مالك، مالك والدوباي العقيد لحد الآن ما معروف حلو، مفقود مفقود. ده أكتر زول كان يعني الدنيا مع الانبياء ويدهم هناك، ده بعد عمك ادريس سوالي صيج يعني صيج لحد الان ما معروف وين. وانا كان اجزم انه الجنجة مش الجنجة المواطنين جاهم، والله زول ما لقوا. هسه الان الجنجوي طلع اتحدم، والله اتحدم الجنجوي اتحدم، خليه يطلعوا مالك والدبي ده. الزول ده مفقود عندهم لحد الآن، وين 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 وين، وما ليه كده كم ساعة، ليه أكتر من دي يومين عادين مع نازلكم ده، أفرشوا بس يا جنجبي أفرشوا بس. فالمعركة لا بس يعني كانت معركة قوية جدا جدا، ومعركة شرسة، والجيش اتعامل باحترافية، والجيش عبر الجسر ده ولا كأنه حاجة، رغم إنه الجنجبي كان مستبعدين الحكاية دي، لكن لقوا نفسهم فجأة كده الزغيرة كابة فيهم. والحاجة مش يعني المبشرة أو الحاجة المفرحة إنه جنجويت ما تمدد، والله والله العظيم الناس قطعوا المدعوين، والله الناس دق، والله الطيران ده دق الناس كمان كمان. أمس الجوية اشتغل الشغل كثير جدا جدا والله العظيم، والله أمس الناس ماتوا كمان كمان، وغير الكتالوم الجماعة اتجاهات مور بيغادر هناك، وغير الجغن بتاع المعونة المتحرك بتاع المعونة الحيد والغايد بتاعه تم تحييد عدد من مرتزقته. فالنازل ماتوا متضان يعني مجزرة مجازر، دي مجازر الجيش ارتكب فيه مجازر. عشان كده الشينا كويس منكورة. طيب ندخل في التفاصيل بتاعتنا يا اخواننا، ولا في حالك بتاع خدمة إلزامية ولا في كلام فارغ زي ده نهائي، ده كلام طالع من غرف القحاطة بس، دارين نوريك انه الجيش لجأ لموضوع الخدمة الإلزامية، وإنه نازل الكيزان عاد، وما هي الخدمة الإلزامية طبعا جابوا الكيزان، وإنه الكيزان عاد وبيجوا يقبضوا الناس والنازل قاطعين وما لا 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 ما في، ونحن خلينا من الخدمة الإلزامية هذا يعني يشغلوا لنا الجيش ده بس، الجيش اللي قاعد مرمي في المعسكرات ما له عدد ده نحن قاعدين نشغله، قاعدين نشغله الزامية. شو الزامية دي لسه دورها ما جاء بعد، ما في حاجة اسمها الزامية، الناس جاية من نفسها. هسه الآن في قيادات بتاع فرق غانجين يعني بيجيك الزول بنفسه بيقول لك أنا داير استنفار، داير استنفر، داير الجنة، داير أمشي قدام. ما محتاج إلا يمشي يقبضوه ولا يقول له تعال، لا هم خليه يدربوا الناس اللي بيجوا ديل، خليه يدربوهم. الناس اللي بيجوا ديل خليه يدربوهم، ناهيك من موضوع الخدمة الإلزامية، دي سواقة ساي ودي إشاعة فقط. ونحن لكم بالمرصاد والله العظيم ما تطلصوا تسوقوا الناس ونحن قاعدين، ما في اي خدمه الزاميه ولا في اي توجيهات خدمه الزاميه ولا في كلام زي ده. الناس كلها بتجي طائعه ومختاره، مختارين الشغل ده، بقوا طائعين بقوا طائعين، وان صحه بنقول على خدمه وطنيه وليس الزاميه. بلزمون وفي ذلك بلزمون عشان يمشي يدافع عن ارضه وعن عرضه ويمشي يجرم الدنجويت ويطرد المرتزقه ديل، في زول بيلزمك على الكلام ده؟ ما في، انت بتلزم نفسك وانت اللي بتمشي يعني، فما في اي خدمه الزاميه، ودي سواقه ساكت والله العظيم. ونحن ويا ريت يا ريت يا ريت الفرق دي تفتح المعسكرات، ويا ريت كميه من الناس يا زول عندها الرغبه انها تشيل سلاح تكاتل، فدي شاعة ساكت. طيب نجي للموضوع بتاع السفن يا اخوان، الناس الشير جايب البث لسه الشير ضعيف، الناس الشير ونجي نخش بالزيت بتاع السفن. الناس الشير يزول قاعد في اللايف ده، قاعدين في اللايف كم 2200 ديل يزول يشير، يزول يشير يجي راجع في الجروبات. لا الشير ده ضعيف جدا جدا، هوي ده ما شير بشغل لايف، لايك شير على السريع.
حماية البث، لأنه شايف هنا بيجي لك ما عارف بطء في الشبكة، بطء في الشبكة، بطء في الشبكة. ده طبعا ده من البلاغات، يعني انت قاعد من شنو؟ الشبكة فول، لكن ده من البلاغات يعني بيحاول يضرب اللايف. عايز الموجود الألفين وميتين جريتو جنجويت ولا كيف؟ يمكن اللايف ده قاعد على رقم 100 من الجنجويت، انا ما عارف ولا ده شنو ده. انت في ناس ما بتعرف شير، يعني ما بتعرف تشير انت؟ في زلمة بيعرف يشير؟ سؤال، في زلمة بيعرف يشير من الناس اللي قاعدين دول؟ شير شير، 1000 شير نشتغل اللايف ده على السريع. طيب بينورك يا اخونا كمال. ده قال كبس الشاشة، كبس الشاشة وين نزل انت؟ انت قال ده. طيب هو المصنفرين ما ادوهم سلاح لمن خدمة الزامية سافلنا الكف. طيب نخش في الموضوع بتاع السافلنا ده، شايف الناس سألوا كثير. السافلنا أخذ كف وأخذ بنية، لكن الكف سمعت، سمعت الكف والله العظيم، أخذ كف تاح السافلنا السكران، أخذ كف وأخذ بنية. ده زول مغبون، ده زول مغبون، عم من جغب سافلنا صيج، خلى عم من جغب ما يدقوا كيف. وبعدين السافلنا ده ظهره فاضي، ظهره فاضي يعني ما عنده أولاد عم ولا عنده جماعة كده، مع زول من السجن بس وجه من السجن طلع فات جنوب الخرطوم غلبته، طلع بغادي فات حاول المهندسين، شبك لك الناس اللي احنا على بعد أمتار من المهندسين، فجأة كده لقيناه لك وين صيد مشى الفاشر، في الفاشر مشى الخزان بتاع جولو، هدد الناس بأنه حيقفل المويه وكده وهناية. المهم مرق الشفاتة صيد، مرق روحه، مرق روحه. هسه الجنجة شاكل لك الزول انت وجبال وشنو شنو، واحد كاتل حلو والله دقاه وكف، واقسم بالله سافرنا اخذ كف، اخذ كف واخذ معاه بني على خفيف، وتتهان وتتهان وتتزل زي ده. يعني شوف السافلنا ده في عهد حميدتي قبضوه قبضة سخل، جابه وده سجنه جلده، كان بيقعد عريان في الزنزانة دي، وده الحبس الانفرادي، بتبكى 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 بتبكى، مرك والشغلة جاتت، بدل ينضم للجيش ويجيب حقه وياخد تارو، لا مشى لأمنه، مشى لخناقه، مشى لحميدتي، مشى لخناقه، مشى لحميدتي. اها هسه ما في زول بيحترمه، والزول ده دخل في حاله نفسيه، الزول ده بقى سكير بس 24 ساعه يسكر، بيشرب اي نوع من الشراب. سافرنا ده جنه وفكت منه عليهم كده، والزول ده مجرد اشاعه، اجبن قايد، انا ما اعرف هو قائد شنو والله. سافرنا ده اقسم بالله ما يقود نفسه، ما يقود نفسه، يقود شنو؟ اها يا هو مرتزقة مهزله بك، ادوك كفو ادوك بنيه، والمره الجايه حيدوك طلقه والله، المره الجايه حيدوك طلقه. قايد انا والله متضامن معاك يا سافرنا، لا انا الكف كف شينا والله العظيم. القائد السافلنا كويس ياخد كف، ياخد معقوله. وزي ما قلنا لكم يا جنجبيل، احنا والله العظيم اي حاجه تحصل داخلكم بنلقاها، والله هي معلومه دايرين نجيبها من جواكم بنجيبها، مخترقين قاعدين في الفضايا، والله قاعدين في الفضايا، ما عندكم اي استخبارات ولا عندكم اي زي ما بيقولوا كده خصوصية، شغلكم كله مشروع في الفضايا، اي حاجة لنا بنجيبه. هسه انا اتحدى السافلنا والله اخذ كف، والله اخذ كف السافلنا، واخذ معاه بنية فيها انا اكتر من كده. يعني انتوا دارين الكف ده تموتوا بيه وكده بقى، يعني تقتلوا براكم كده، وبعد ذاك صارعوا 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 لحد ما رموه في الوضع،
عشان ما يضرب الزول، والزول ده برضه قال هيديه طلقه يعني. عشان تعرف المرتزقه قتل البل بتاع الفاشل ده اثر فيهم قدر شنو، وخلاه ملك الناس دي. لا الفيلم كملت الحقيقة لو جينا لجد كمان والله الكف دي لابد منها يا اخوانا. زول قتل لعمه، زول صيج خلى عمه هناك والله. قال له جبان قال له طقوا عليك كف صاموت، الناس دي كلها سمعت الكف تاح ومعاه بنية كده ومعاه بنية. شوف الزول ده وصل لياته مرحلة، شوف الزول ده زل نفسه وهانة كيف، وشوف الاحتقار ده كيف. وبالمناسبة سافرنا جبان ما ثابت والله، والله ما ثابت. كل قتل الميليشيا دلكم وسافرنا دكم، سافرنا ده جبان عديل 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 كده ما عنده أي موضوع. ودي دارنا لك أنا ما قلنا لك اللي باري جداد بيمشي الكوشة. طيب إضافة لموضوع سافرنا نمشي لموضوع الفاشر. انا ما بين بدايه الاحداث قلنا لكم يا جماعه ترى الفاشر موضوع براو. انت عارف الفاشر دي عصيه على الجنجويت، بخلاف انها عصيه على الجنجويت الناس في الفاشر ذاته عارفين انه الجنجويت اللي اذا دخلوا حيفسدوا. الجنجويت ده اينما دخلوا قريه افسدوها، اي قريه بدخلها الجنجويت ده بفسدوها. ده جايين بيفهموا القتل والاغتصاب والنهب والله، وجايين عديل كده شنو بمفهوم الاستيطان، جايين عديل كده نازل يستلموا منطقتك ويهجروك يعني. وعندك الجنان، شوف الناس اللي عملوا في الجنان نفس الموضوع ده، وكمان حترتكب مجازر في الفاجر افظع من كده. عشان كده الفاجر دي معركه بتاعت حياه او موت او موت. كل ما حاولت الجنجويد دخول الفاشل بعد بالفشل، كل المحاولات بعد بالفشل. الليلة كثفوا النيران، زادوا الأعداد بتاعتهم، فتحوا محاور متعددة في زمن واحد بغرض تشتيت تركيز الجيش والمشتركة، لكن برضو النتيجة كانت شنو؟ صفر انتصارات، صفر، ما ثبتوا أي حتة. صيّي بس ما تموت زي الموت، موت زي الموت والله، والله ما تعمل لك متعه، والله ما تعمل متعه. انا بس انا اعرف مين اللي جايين دي بدو الحرب دي سيطروا على شنو في الفاشر، استلموا شنو في الفاشر، غير انهم قتلوا المدنيين ويستهدفوا المدنيين. عملوا شنو؟ ما عملوا اي حاجه، حاولوا يغيروا تكتيكهم اكثر من مره، ما عمل اي حاجه، يعتمد على القصف المدفعي، ما عمل اي حاجه غير ضر المواطنين. حاولوا يهجموا بالاسم شنو؟ بالشغل بتاع الموجات المتتاليه، موجه ورا موجه ورا موجه ورا موجه، ما قدروا يعملوا اي حاجه. والفضل يرجع من بعد الله سبحانه وتعالى، يرجع لابنه للقشم بتاع المشتركه، بيقدر يتعامل مع الجنجويد ديل بكثافة النيران. وانا من بداية الاحداث قلنا لك الجنجويد ديل دقون كثافة النيران. بالمناسبة كثافة النيران هي اللي بتحقق الانتصار وبترفع منك، حتى انت لو مدافع ذاته لما نيرانك تكون كثيفة، لما نيرانك تكون كثيفة انت كده بتأمن نفسك اكتر واكتر. دق اي نوع من السلاح، 23 ده كتره ذخيرة راكدة، ذخيرة اللي عندكم دي والله تكتلوا كده لحد السنة الجاية او اللي بعد الجهازات. وغير كده الامداد بيجي سبب بدون سبب الانزال بيجي. عشان كده يتعاملوا مع الجنجة ديل بكثافة النيران. يا اخوانا هو الجنجة ديل والله ما رجل نزول، ترى ما رجل نزول وما عندهم ثبات ولا اساسا عندهم صبر لمعركة، اي معركة بيكونوا جاهلين. واكثر حاجه بخاف منها الجنجة المباقتة والهجوم. يا اخي خبر الهجوم لما نقول لهم في هجوم ساكت جاي، الناس زين الفرازهم بتطير، ما عندهم اي ثبات، سواقين بس. طيب اللي حصل الليله انه الجيش والمشتركه اشتغلوا شغل ما شاء الله تبارك الله، حققوا انتصارات عظيمه جدا جدا، دحروا الميليشيا دي
وطاردوها وجابوا فيهم عدد كبير من المرتزقة عديمي الخبرة اللي ما عندهم خبرة في القتال، ودمروا عدد كبير من العربات، وكذلك دمروا شاحنة إمداد تابع للجنجة تم تدميره بالكامل. أنا ما عرفت يا جنجويت، يعني أنت جاي شاع ده ذاته، ما أنا ما المفروض أقول لك الكلام ده عشان ذاته احتمال تستفيد من ده، لذلك المرة الجاية برضه تغلط تجينا بنفس الطريقة، لأنك تجي بنفس الخطأ ده تجي، أنت ما كنت جاي بتنكر الموية وبدنيتك كلها قاعد يمكن الشغل فيها استغلال، استغلال وين يا زلمة؟ تستغل وين؟ والله ما تستغل في الفاجر دي بإذن الله تعالى، والله ما تستغل في شبر منا، ما تستغل شفته بشبر في شبر منا، وانت براك جيت وشفته وبكره كلم اخوانك وتاني تعال ناس الكومة ها؟ والله العظيم ما عارف الناس زين، انتوا ما بتتوبوا ولا شنو؟ ها؟ طب الشيطان قال الجايبين ما بتتوبوا انتوا؟ اكثر ناس ماتوا اليومين ده ناس الكومة، هاي وحياة الله العظيم ما بفضل فيكم زول، والله ما يفضل فيكم زول. وتاني تعال، وزي ما قلنا يا جيش الكومة ثم الكومة إدارة منطقة العمليات أو إدارة غرفة العمليات، الآن القيادات متلبتين قاعدين في الكومة يدززوا في الجماعة دي، أديتوا أهم شيء كده لكن لابد منكم تدبلوا، لا لازم تدبلوا لهم النازل الكومة نيال، شفت كل أي إمداد تابع للجنجويد ده لابد من يتم جقمه، ونحن عنزرنا يزول هنا كوي أبعد من تجمعة الجنجويد، ما في مواطن صالح بيجتمع مع الجنجويد على الإطلاق، أبعد منه والله العظيم، إني لك ناصح أمين، والله أبعد من تجمعة الجنجويد، والله العظيم بتدفع الثمن، وأنا أجزم أجزم تماما إنه زول خانة الجنجويد وقاعد معاهم ده ما مواطن صالح جنجويدي، هذه معانا البكة والطيران دقانا والطيران الأيام الجاية في شغل قرف بتاع طيران، الأيام الجاية هتشهد شغل عنيف جدا جدا، عشان كده تاني صبر ما في، أي تجمع للجنجويد أو أي مقر للجنجويد ده هدف مشروع للجوية، عشان كده أبعد، تخارج عديل خارج عديل كده تخارج يمشي، كان مكره ولا كان ينايم وقال لك تخارج يمشي ما في بيقول لك ما تمشي كويس، لكن الايام الجايه والله العظيم شغل بيختلف، والله انا قاعد اتكلم ساي، انا بجيب لك من جوا بديك الزبده، والله الايام الجايه دي والله شغل بيختلف، شغل بيختلف عارف انه بشرونا به وشغل بيختلف، التعليمات ذاتها صار فينا لما جاي دارفور دي حتشهد شغل ثقيل جدا جدا، شغل جوي كثيف بكثافه، ما انتوا تفسحتوا كثير شابكنا لا نحن ونمشي وين ونمشي وين ونمشي وين، نحن ثاني بعد كده بس شفته بالزراعه الطويل بس بالطيران ده بس، اي تجمع لجنجبيل الدقه، اي بنايه فيها جنجبيل الدقه، شايف كنكم بتشيلوا الزخاير ولا تمشي تلبدوها في المستشفيات تلبدوها في الجامع، ما بحل لكم ما بحل لكم والله تدقوا بس. طيب انا استبشر وتكتر الدعوات الفاشر عصية على الجنجويد، وما تسمع عليه الشائعات الفاشر 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 دي، والله العظيم لو ما كملت الجنجويد ما بتسقط، ومن الفاشر دي ولا قدام، من الفاشر دي ولا قدام، منا ولا قدام، منا ل 21 ل 15 ل 16 ل 20، والله الكلام ده خدته عندك، موضوع بتاع دارفور دي اختلف بعد كده، ولو كان من البداية الجويدة بتشتغل زي الشغل الآن شغالة وده كان الجنجويد ديل وقفوا في حدهم، كان وقفوا في حدهم أقسم بالله العظيم، أنا قلت لك ونشوف نجي لبابانوسة، بابانوسة الصمود، بابانوسة دي أنا زي ما قلت لكم يومين أنا بكرر وبقول إنه بابانوسة دي يا أخواننا موضوعها بيختلف، وجيش بابانوسة جيش بيختلف، جيش بيقى ما بيعرف يقعد ساكت ذاته من غير ما يخمش جنجويد، الحمد لله ذخيرتهم فل، معنوياتهم تعالق السماء
أمورهم فل الفل، ما عندهم أي عوجة. فقدوا يعني عدد في الأيام اللي فاتت دي يعني عدد من الزملاء، لكن ربنا يتقبلهم بتدريجا العسكرية، لكن ما عندهم أي عوجة. وكل المحاولات بتاعت الجنجويد بعد بالفشل. شايف المشاطة برشم جرى من بابانوسة وشافه مشى بزبد بهدد في ناس بزبد، وبهدد لك في الجدارات الأهلية وبيتكلم فارق ويقول لك يا اخي احنا مؤسسه. عليك الله يا برشم، انت تتكلم عن مؤسسه، انت من حارس امن في السعوديه، حارس امن كويس بتاع شركه في السعوديه، جيت ركبت لك نقيب سرقه كويس، جيت تاني شفناك قال الدوك رايد، تاني بعد فتره شفناك قال الدوك شنو، شافك راكب رتبه عقيد، والبورد ما بورد بتاع عقيد، وري الزول ده كيف يلبس. انت تيجي تقول لنا قال يا اخي ما عارف الدعم السريع مؤسسة، الدعم السريع مؤسسة شنو؟ الدعم السريع ده مجموعة بتاعت عصابات رباطة قتلوا ورزقيهم بعد ما عندهم علاقة ولا بيجبوا العسكري ومكوجرين. والله في مشية، أقسم بالله العسكري الجنجوي ده يعني ما شايف له عسكري، زول في مشية لا بيجبها العسكرية ولا عندهم علاقة مع العسكريين، فضيحة ذاته. يقولوا ده الجيش السوداني، أنت ما بتشوف ناس الجيش مهندمين كيف؟ ما بتشوف ناس الجهاز مهندمين كيف؟ ما بتشوف ناس المطير ده مهندمين كيف؟ والقاقي جاي فيهم، لكن انت عامل ايش يا اخي؟ انت عامل ايش يا اخي؟ اقسم بالله ما عندك علاقه بالعسكريه. السودان ده لو يعتمد عليك انت كجيش، والله اقسم بالله دوله ثانيه تحتلنا بالبنات، والله بنات بس يحتلون والله، ولا دار لكم رجال زاد. وبابلوس عصيه على الجنجبيل. طيب نجي للنيل الابيض، لا قبل النيل الابيض نمشي للرقيض. الرقيض زي ما ذكرنا سابقا انه جنجويد على اتجاه بار هناك قاعدين، الشغل ده ما حباهم، قلنا الكلام ده سرا وحنقوله جهرا، قلناه سرا وحنقوله جهرا. تواجد الجنجويد حول الأبيض الكلام ده بشكل خطورة. اي نعم الهجانة ما بتتهبش والهجانة مجربة، لكن الحذر ثم الحذر، والشغل النيط لا بد منه، والردع لا بد منه. يا سعادة فيصل ما تسير على درب سامي الطيب. سامي الطيب بتاع النيل الابيض ده شغلته دينية، ما تشتغل بقى الشغلة دي، ما بتشبهك انت. الفترة اللي فاتت دي كربت شغلك واشتغلت كويس، فيك ناس العمل الخاص خليه يقول له الجماعة دي جنجوت القاعدة يا هبالة دي، خلي الطيران يجي يدقهم ما يرفع منه، خلي المدفعية تشتغلوا، قالوا ناس العمل الخاص مش يشتغلوا. لكن مسألة انك تخليهم كده بس قاعدين يسرحوا يمرحوا ويرتكبوا انتهاكات وفظايع وتستهونوا بهم وتقولوا ما بيعملوا حاجه، ويقول لك عابرين. انا اتكلمت مع ضابط كده قال لي ده العابرين، ينفع يسمع عابرين؟ العابرين بتاع شنو؟ احنا ذاتنا مدارين انهم عابرين، ده ذاتنا مدارين انك تدخلهم لنا تحت. عابر ماشي، هو عابر بحق ناس، انت قالوا عابر صح؟ انت قالوا عابر صح؟ عابر بحق ناس، عابر بحق ناس، ما عابر ساي. عشان كده اتحرك انت، اتحركت المرة اللي فاتت دي اشتغلت شغل كويس، وشغل كلنا شدنا به والله العظيم، ويسجل يحتسب بالنسبة لك ولإنجازاتك. لكن شايفك قاعد ترقد قاعد تنوم، الكلام ده ما ينفع، الكلام ده ما ينفع. الجانب ده ما بتنحقر ولا في سبب بيخلي الميليشيا ده قاعدين قربة ولا جنوب ولا شمال ولا شرق، ما استهوى ما ينفع. اطلعوا يا هجانات، اطلعوا اشتغلوا الجنجويد ديل. نحن في الامانة جاي دارين نشوف حاجة، دارين نفرح، دارين نكون تجربون لنا بتاع امبارة ديل جنجويد بارة سيجي والله الله العظيم. طيب النيل الابيض، النيل الابيض شان الزعامة الخاص يشتغلوا شغل كده على خفيف اليوم، ونظفوا بعض المناطق وحققوا بعض الانجازات. لكن ليش الشغل ده متقطع؟ احنا دارين الشغل ده يكون متوالي، او دارين الشغل ده يكون متتابع يوميا، الشغل ده يكون ماشي. بس ليه الشغلة دي تكون يعني بالمزاج؟ ده ما شغل بتعب، ده بالمزاج يا صاحبي الطيب. اشتغل عديل كده، حرك الجيش، حرك انت الجيش، الجبل اللي جاك ده وديته وين؟ الجيش ده فصلتوه ولا شنو؟ الجيش اللي اتحرك من الجبل ده وديتوه انفصلتوه ولا شنو؟
هسه الجيش عليك دينك وايمانك، بس لو كان قال ترتكز هناك كده كان الجيش ده قومه الجيش ده بس كله كده، لو كان جرتكز قاعد هناك كده بس كان الجيش ده قومه، بس لو طلع من الجبل دي وقعد وخندق هناك كان الجيش ده قدر يقومه. سؤال، احنا نعرف العسكريه دي كيف، سامي الطيب ده بيشتغل كيف، ولا دي توجيهات وين دي؟ جيش الجبل اللي كان ينسحب ده، بس الجيش ده لو كان خليته بس فيه كان الجنجاوي ده زحف ليه جاي؟ ما كان زحف. العموم التحية ناس، العمل الخاص ما قصرتوا وعملتوا، وانتوا طبعا مقيدين بالتعليمات، لكن احنا كلامنا لانه لقياداتكم يعني، انتوا مقيدين بالتعليمات الكلام ده عارفه. طيب نجي لأم درمان. أم درمان الأمان، أم درمان يا أخي جيش، جيش أم درمان. أنا قلت لك ده أم درمان طبعا عصب الجيش، أم درمان ده كون يكون فيها جنجوي تحايل ذاته إهانة للقوات المسلحة، رغم إنه الشغل كان ماشي كويس لكن الآن الشغل بطيء. قربي أم درمان، الآن الجيش اتحرك، قربي أم درمان اشتغل وحيد عدد من العربات ونفط ارتكازات تابعة للجنجة، يعني في تقدم ملحوظ قربي أم درمان. وحيدوا الليلة قائد المجموعة السابعة أو سبعتين، قائد المجموعة سبعتين أو السابعة، السبعتين هاي اسمه جعيرين، أنا جبل نزلت لك آخر اسمه جعيرين، تم تحييد الليلة في منطقة قربي أم درمان ومعاه عدد من الهلكة. إجمال العربات لحد الآن بلغت 10 عربية، دي تم تدميرها تدمير كامل شامل. طيب برضو بعض العمليات النوعية اللي قاموا بها ناس العمل الخاص وداهموا بعض الأوكار يا إخواننا، ناس أم درمان على الأقل أي وجوه غريبة أو أي ناس حتى العايدين ذاته ذا في ذو المشكوك في أمره يتعاونوا وصلوا الموضوع قدام نهائي، ما تسكت، تسكت ليه؟ على الإطلاق ما تسكت، إذا المشكوك في أمره طوالي خليه يراجعه، بس على الأقل يراجعه، أنت خسران حاجة؟ المهم كويس؟ خليه يراجعه. طيب نمشي جنوب الخرطوم، ما في حاجة كبيرة ذكرنا من موقف العمليات غير القصف المدفعي، وأحيانا في عمليات كده كتامة على خفيف كده بممارسة العمل الخاص. نمشي حول القيادة العامة برضو تدوين ما في شيء، نمشي بحري، بحري برضو الليلة الدفاعات المتقدمة لأسلحة الإشارة صدت محاولة يائسة بائسة للميليشيا ودمرت عدد من العربات وقتلت عدد من الجنجويت. دارين بأي شكل من الأشكال الجنجويت الليلة يحققوا لهم نصر ولو على حساب المتعاونين او الفزع الجابهم اللملمون بعد تعب. الشرطه العسكريه طبعا اشتغل الشغل تقيل جدا جدا، الشرطه العسكريه بتاعت الجنجويد متعاونين ديل ما امس معاهم عدد من الجنجويد فزوا فزيسين، ناس جروا 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 دخلوا، وفي ناس اتخاريوا وفي ناس بقوا مارقين. ف الشرطه العسكريه بتاعتهم انا ماليش اقول لك انا شرطه عسكريه، المهم الشرطه العسكريه اشتغلت بتاعت الجنجويد، انا بنقول على شرطة عسكرية لكن دعمت بعض الناس، حتى انها اشتبهت في بعض المواطنين يعني، قالت لهم انتوا تابعين لنا انت جنجويد يعني، البلد بتعامل زلف في راسك لحد ما بقيت كابس الناس مواطنين تقول لهم انتوا تابعين لنا وانتوا وانتوا وانتوا، ما في كلام زي ده. الجنجويد الجنجويد ده واضح من شكله فما تكابسوا الناس ساكت. على العموم الميليشيا في بحري والله العظيم حاله يحنن، وباذن الله الجنجويد كله تاني زي ده. طيب نمشي للمحور الغربي، شايفين طبعا ليلة العمل الخاص شغال شغل قرف قرف قرف، دمر عدد من العربات وحيد كذلك دفار مليان زخاير، وبرضه الجوية اختارت اهداف بعناية، تم دكة وتم بلة وغير كده، في مطاردات الان جارية وفي تقدم ملحوظ وفي محور نشيط جدا جدا، بالرغم انه بيقول لنا ما تذكر المناطق لكن المحور الغربي شغال يا اخواننا، المحور الغربي ثبات، المحور الغربي شغال شغل ثقيل جدا جدا، والنازل همتهم عاليه، التحيه لهم ولناس العمل الخاص
وبرضه نزل الجو ما قصروا شغالين، وفي تحرك وفي تعليمات بمنع التصوير، حتى القنايم قالوا ممنوع يتم تصويرها. يعني احنا ما عارفين الكلام ده الغرض منه شنو، يعني جاي جاي يشتغل كده قال، لكن ما عارف قايته ما نقدر نقول حاجه غير انه بس ربنا يسهل الامور. لكن من ناحيه في شغل، في شغل وفي تقدم ملحوظ وفي بل حاصل في كل المحاور. يبقى الفضل شنو يا اخوان؟ الفضل ان الناس تصبر والناس يعني كويس تدعي، اهم حاجه الدعوات. والله العظيم الميليشيا دي لو بتهزم الجيش كان هزمته من بدايه الاحداث، والله لو بتهزم الجيش كان هزمت الجيش من بدايه الاحداث الميليشيا دي. اما الان والله العظيم ما بتقدر تعمل اي حاجه، كله كذب ساكت. وانا واحد من الناس متفائل ان الايام الجايه حتكون في عمليات واسعه شبيهه بالعمليه بتاعت بحري، انا سميتها زي ما بقولوا كده، والله ده تكسر عظام يا اخي، امس الجنجويد كسروا عظامه والله العظيم. وتخطيط يعني انت حاجه ما متوقع. هسه عليك جينا الجنجويد ده فيهم زول باستخبارات متراصم، ده فيكم زول كان متوقع انه الجيش ده يصلكم بالسهوله دي؟ فيكم زول كان متوقع جنجا؟ ما فيكم زول كان متوقع، وما ثبتوا، ما قدرتوا تثبتوا. جيش ماشي عديل ما شاء الله تبارك الله، شغل بتاع سيره منفرد جيش ماشي، والله العظيم كله ما اخذ معاه زي ما بيقولوا كده بس ها ساعات جاهم الجنجويد دول وبلهم ماشي بالدفعات، لكن ماشي مرتب، كثافه بتاعت نيران، تنسيق عالي، توقيت مناسب للجويه وكذلك المدفعيه، كثافه بتاعت نيران بالذات الدوش كده بس قرضت عدد كبير جدا جدا من المرتزقه. مثلا الاجانب ديل يا اخواننا النازل بالمناسبه البحر دي بقت مليانه بالاثيوبيين ومليانه بالجنوبيين، وبيجوا باسرهم كمان، بيجوا باسرهم. عشان كده احنا بنقول الاجهزه الامنيه كربوا الحدود، اي اجنبي جاي في الظروف ده امسكوا رجعوا، واي عسكري او نظامي بتعامل مع المتهربين قدموا له محاكمه ولا ودوا الدروه. والله العظيم ده مزول خاين. الان النازل بقوا يعتمدوا على الاثيوبيين، كميه من الاثيوبيين الان بيقاتلوا مع الميليشيا دي في بحري، كميه كبيره جدا جدا، والله اعداد ما سهله. والشغل ده شكله فيه تنسيق بيتم من اثيوبيا كويس، بيرسلهم دفعات دفعات بيجوا بينضموا. عشان كده الصحوه، ما انت لا يمكن ان انا اجي املك سبعه واجي املك ثمانيه واجي املك عشره وتفك لي الحدود بغادي من هناك يدخل لي في اليوم حكايه بتاعت 100 ولا 150. الكلام ده ما بيجي. حتى النوير ديل في التفاتيش لقيته النوير ورجعوا. شفت كان عمره 500 الف سنه رجعوا. احنا ما عارفين نيته شنو، هو جاي يعمل شنو، لكن رجعوا. يجي ليه؟ خوفا على حياته ذاته، حتى لو هو ما جاي كده خوفا على حياته، البلد فيها حرب رجعوا. البلد غير صار حلال. للاسم شنو؟ للاستقرار رجعوا. ما تقدوا علينا. نهاية ما تقدوا علينا يا لجان أمنية ويا ناس الحدود، ما تقدوا لنا الشغلة دي والله العظيم. تهاون ما ينفع. كمية 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 من الجنجبيت الآن، يعني كمية من الحبش وكمية من القاعدين الآن في صف الميليشيا دي. والشغل ده قلت لك ما شغل عادي، ده شغل بتم التنسيق عديل زي الشغل بتاع حفتر بغادي هناك. الإماراتيين قاعدين في ليبيا هناك يستوعبوا الأجانب، يدربوهم ناس اللواء خالد مجحفل والغالي التنايدة وطارق بن زياد، يدربوهم ويجيبوهم بالحدود عادي يخشوا كمان دارين تفتح لنا الثقرة بأيام. كمية من الشغلة دي قراءات بيجي يقاتلوا، فانت اللي بيمنعك شنو تشتغل شغل حاسم يعني. جاء يرجع محل بلده ما عندنا له اي حاجه، ذاته ما رجعت الاجانب دي لابد منها يا زلمه، لابد منها. طيب
لحد هنا يا اخوانا ونقف، والى ان نلتقي غدا باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شايف واحد هنا قال الخدمه الالزاميه، قلت لك دي شائعه ساكت، شائعه طلس، ما في لا خدمه الزاميه لا غيره. هو قال لي يصلحوا المستنفرين اللي بيجوا بنفسهم، سيبك من الخدمه الالزاميه، قال لي يصلحوا المستنفرين اللي بيجوا بنفسهم، ما في اي حاجه اسمها خدمه الزاميه، ده كلام ساكت ودي شائعات وطلس. وخدنا سامي قالت البلد مفتوحه، ايوه نعم البلد مفتوحه فوضى، ما هي العساكر اللي هاتي الان بيستلموا قروش بيخلوا الناس يخشوا، والمهربين ماشيين، المهربين ذات المفروض شفت يسوقوا يسخنوا سخانه كده زي السخانه، وبعد ده يتحاكموا ويقعدوا، والله لو ما شغال ذات يقعد جوا ما يمرق الا الحرب تنتهي. المهرب ده اخطر اخطر شفته من الجنجويدي. طيب لحد هنا ونقف يا اخواننا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. أختنا حليمة دي قالت شنو؟ قالت العشرين في بيت مليان حبش، في ناس الحلة قالوا ديل ناس قدام، ما في حاجة اسمها ناس قدام، قدام وين يعني؟ يعني مش لا لا هوي ديل تبع اللي هناك، بلغ فيهم طوال يا أختنا، ولا خش الخاص كويس؟ أدينا تفاصيلهم بس، وأنا لحد هنا ونجيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.